الحمد لله حق حمده، وما من نعمة إلا من عنده. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأفاضل، أيتها الفضليات، إن العبد المؤمن محتاج في حياته الدنيا إلى ما يطمئن قلبه ويبدد حزنه، ولن يجد خيرا من الذكر لتحقيق ذلك. فبالذكر والدعاء يطمئن القلب وتهدأ النفس وتسكن الروح. يقول سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا معنى من معاني معية الله للذاكر حال ذكره، وهذا الذي يشهد له الحديث الذي جعلناه شعارا لهذا البرنامج: وأنا معه إذا ذكرني. والمعية هنا لها معان عدة، وعلى رأسها معية الحفظ، معية الهداية، معية التسديد، معية اللطف، لطف الله عز وجل عباده. أيها الكرام، ذات مرة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فوجد الصحابي الجليل أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه، فقال يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال أبو أمامة: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى دينك؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الهم أيها الإخوة الأحبة الكرام هو المكروه المؤلم للقلب، والذي تتوقع حدوثه، لم يحدث بعد، أنت تتوقع حدوث مكروه فيصير هما يقض مضجعك ويقلق راحتك ويستبد بك غاية الاستبداد. والحزن هو المكروه المؤلم للقلب، إلا أنه وقع وذهب وبقيت حسرته وبقي ألمه في القلب. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من كل ذلك، معناه: اللهم إني ألجأ إليك وأحتمي بجنابك وأفر إليك وأنزل حاجتي بك وأظهر فقري وذلي وحاجتي إليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الكرام، استعينوا بالله ولا تعجزوا، استعينوا بالله ولا تعجزوا. ومما يستعان به في هذا المقام هذا الذكر، أن يقول الواحد منا إذا أصيب بهذه الأمور أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ إلى الحديث، إلى أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، ماذا فعل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو أمامة أنه لزم هذا الذكر وواظب عليه، فقال: فلما قلته أذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. تريد أن يذهب الله همك أيها الأخ الكريم، إلزم هذا الذكر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.